اليوم انا اعتقد انه وصلنا نعم الى النهايات، يعني اتصور انه بعد عطلة الزيارة الاربعينية الاسبوع القادم سوف يتوجه الجميع الى حل نهائي لهذه الازمة. هناك سيناريوهات مطروحة كثيرة، يعني منها انه انسحاب المرشحين. حل مضغوط لو حل مضبوط راح يكون. لا يعني في كل الأحوال أنت ستصل إلى حل، مضغوط مضبوط إجباري يجب أن تصل إلى حل، لكن المهم المخرجات في النهاية. المخرجات أن يأتي رئيس مجلس النواب يمثل الطيف الوطني ويمثل المكون السني، غير هذا الأمر ما ممكن أنه تستمر هذه الأزمة. لا، موليتار جاي يقول أنه حتى لو لم يتفق المنظومة السياسية، لم تتفق السياسية السنية على اسم، سنذهب باتجاه مرشح محدد بعد زيارة الأربعين. يعني أنت اليوم عندك ثلاث مرشحين أساسيين اللي هم الدكتور محمود المشداني والسيد سالم العيساوي والسيد طلال الزبعي. ما لم يفتح باب الترشيح ويعدل النظام الداخلي، المادة 12 تعدل بإضافة فقرة باب الترشيح، مستحيل أنت أن تأتي بمرشح جديد. نعم الأخوة في تقدم طرحوا الكثير من الأمور، أنه لدينا مرشح تسوية باعتبار عنده الأغلبية، السيد موضوع الأغلبية بعدين نجي، السيد زياد الجنابي وأسماء أخرى طرحت، لكن الأخوة في الإطار التنسيقي قالوا رأيهم بصراحة لا فتح لباب الترشيح، والمحكمة الاتحادية أيضا أوضحت موقفها، وبالتالي يعني أكبر كتلة برلمانية أعلنت موقفها بصراحة، والمحكمة الاتحادية اللي هي صمام أمان العملية السياسية في البلد أوضحت موقفها. اليوم إذا ما أراد الأخوة فتح باب الترشيح وتعديل النظام الداخلي، أنا أقول لك سيضربون قرارات المحكمة الاتحادية عرض الحائط، والمحكمة الاتحادية صمام أمان العملية السياسية في العراق. إذا ما استهدفت قراراتها وإذا ما ضربت قرارات المحكمة الاتحادية، ليش هو هذا السيناريو ممكن أنه يفتح باب الترشيح؟ سنفتح أبواب إذا ما فتح باب الترشيح. شنو الأبواب؟ الأبواب الخطرة التي سوف تفتح إذا ما ضربنا قرار المحكمة الاتحادية بخصوص الترشيح، راح نضرب قرار المحكمة الاتحادية بخصوص عزل السيد هوشيار زيباري، سنضرب قرار المحكمة الاتحادية بخصوص اتفاقية خور عبد الله، سنضرب قرار المحكمة الاتحادية بالمادة 76، سنضرب مجمل قرارات المحكمة الاتحادية، لأنه هنا القانون راح يكون عنده مطاط، وسوف تعدل المواد القانونية الموجودة والتعليمات وفق أهواء الكتل السياسية.